تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي المتداولين مع عرض أسبوع جديد لسوق الفوركس. نواصل ومتلعكم أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في الأسبوع السابق خلال ترند جانبي، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل قوي. لم تصدر بيانات هامة في يوم الجمعة، والتغيرات في المؤشرات كانت طفيفة. انتهى موسم الأرباح الربعية في الولايات المتحدة، حيث تراجعت الأرباح مؤشر اس بي 500 بمقدار 2.3% في الربع الثاني من عام 2016، وهي أعلى بقليل من 4.7% ناقص في الربع الأول. منذ بداية العام تقدم مؤشر اس بي 500 بمقدار 5.0%. يترقب المستثمرون نمو مكثف في الأرباح الشركات في الربع الثالث والرابع، والذي سيوري زيادة أسعار الأسهم. لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي في يوم الاثنين. في وقت مبكر من الأسبوع الماضي قام المستثمرون بتقدير نسبة فرص رفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر بمقدار 16% ولشهر ديسمبر بمقدار 46.2%. في يوم الثلاثاء صدرت بيانات إيجابية بشأن بدء الإسكان لشهر يوليو في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت بمقدار 12.4% بشكل سنوي، وهو أعلى مستوى قياسي منذ شهر أكتوبر من عام 2007. تجاهل مؤشر الدولار الأمريكي هذه البيانات مع انتظار الأسواق لخطاب يوم الجمعة من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين. ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل طفيف. لن تصدر بيانات اقتصادية قوية في يوم الأربعاء والخميس، حيث سيستمر الدولار الأمريكي بالارتفاع قبل صدور أخبار بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة من طرف المجلس الاحتياطي الفيدرالي. تقدمت الأسهم الأمريكية بشكل أقل إلى جانب احتمال زيادة أسعار مرتفعة عبء الائتمان على الشركات الأمريكية، مما يؤدي لتراجع تنافسية على السلع. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في يوم الجمعة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية قوية على سوق العمل أكثر وأكثر، والنشاط الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. كما كان أراد الأولى من أسواق تأثرا جدا. عقب ذلك قام ستانلي فيشر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، حيث كشف عن إمكانية رفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة في هذا العام، ومن الممكن أن يحدث في شهر سبتمبر. من المقرر إنعقاد ثلاثة اجتماعات أخرى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية هذا العام. نسبة لتصريح ستانلي فيشر، ارتفع نسبة تغيير في رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر إلى 36% وشهر ديسمبر إلى 63.7%. وفقا لبيانات فيد واتش، كنتيجة ارتفع الدولار الأمريكي وتراجعت الأسهم الأمريكية. سيكون صدور بيانات سوق العمل في يوم الجمعة لشهر أغسطس الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع. تترقب الأسواق بشكل خاص لتراجع الوظائف الغير الزراعية بشكل طفيف، والذي قد يؤدي لارتفاع حظوظ رفع أسعار الفائدة. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طاب توقاتكم وإلى اللقاء. Shh.